مطيع، يعني قراءة لتطورات الأحداث وخاصة اليومين الماضيين في سوريا، ما هي قراءتكم لما يحدث الآن على الساحة السورية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أترحم بداية على شهداء سوريا في ثورتهم العظيمة. والقراءة حقيقة في يعني عند طليعة المراقبين، وصول طليعة المراقبين إلى سوريا يحدث هذا التفجير. وإذا كان يحدث هذا التفجير ويؤدي بحياة هؤلاء الأبرياء مع وجود هذا العدد القليل من المراقبين العرب، فما الذي سيحدث عند وصول بقية المراقبين؟ أظن أن المراقبين إذا وصلوا إلى بقية المدن، أظن أنه سيكون في كل مدينة مجزرة كهذه المجزرة التي ارتكبها النظام. هذه المجزرة التي نوه لها وزير الخارجية السوري وتنبأ بها، بل وأظهر للإعلام أن شيئا كهذا سيقع، ويقع في المدينة التي فيها المراقبون، جاء إليها المراقبون، يقع في أكثر المناطق الأمنية حراسة، ثم لا يبين هذا النظام من هؤلاء الذين استشهدوا. إذن ثم لا يبين سيد مطيع، يعني سيد مطيع، هل ترى إلى ذويها، هل ترى سيد مطيع أن ما حدث من تفجيرات هي رسالة لبعثة المراقبين قبيل وصولهم ووصول وما تزامنا مع وصول طليعة المراقبين العرب؟ بالتأكيد هي رسالة أولا لهؤلاء المراقبين، وأنا أظن أن هذا النظام قد يقدم على خطوات جنونية، قد يقتل عدد من هؤلاء المراقبين، في رسالة وتحذيرية إلى كل من يريد أن يتدخل في تسريع القضاء على هذا النظام القاتل، وهو أيضا تنفيذ لما تهدد به رأس النظام من أنه سيفجر، بيبدأ هذا الأمر بهذا البلد بدمشق. والأولى أن كان أن تذهب هذه الطليعة إلى بؤرة، إلى قلب الحدث، إلى المكان الذي تتألم فيه كل سوريا. كان الأولى أن تذهب الآن إلى باب عمر حيث قتل الأطفال، إلى نوى، إلى بصر الحرير، إلى جبل الزاوية، أن تذهب هذه البعثة وترى، لا أن تبقى طليعة المراقبين في دمشق ثم يذهب بها النظام إلى تمثيلية أعدها. لم يظهر النظام وفي هذا المكان المعبأ بالكاميرات كيف تمت هذه العملية. هذه المسألة تبين لنا ما يمر عليه النظام، وهو الآن حقيقة يفعل فعل من ينهار، يفعل كل شيء، يصل به يقتل الأبرياء إلى أن يفجر في المقرات الأمنية. لذلك الجامعة بعثة المراقبين ينبغي أن يكون لها موقف واضح وصريح من لكن أن سيد مطيع، يعني سيد مطيع، لا يستثني شيئا، سيد مطيع، لا يستثني سوريين ولا يستثني عربا. سيد مطيع، يعني النظام السوري والإدارة السورية اتهمت تنظيم القاعدة بتفجيرات أو بإجراء هذه التفجيرات، وأنتم اتهمتم المخابرات السورية وأيضا أجهزة الأمن السورية بأنها من وضعت معتقلي الثورة السورية في مكان التفجير وهي التي أدت إلى ذلك، ولكن ما هي إثباتاتكم على ذلك، ولماذا يقدم النظام على إجراء مثل هذه التفجيرات خاصة بأن له يعني أفراد وعناصر من الأمن في هذه المباني؟ أولا هذا النظام أعلن في غضون دقائق عن الجريمة وعن مرتكبها في اعتقاده أو في ظنه، وهذا أمر لا يتأتى في أرقى الدول. في أرقى الدول تطورا وتقنية تتمهل الإدارة وتتمهل الجهات المختصة حتى يتبين لها الأمر. أولا أعلن أن تنظيم القاعدة، ثم أعلن الإخوان المسلمين، ثم أعلن أمريكا، ثم أعلن سعد الحريري. هذا النظام يعلق هذه الجريمة برقبة وعنق كل من يشاء، يجعل الجريمة الواحدة أطراف متعددون، والعالم كما يقول كله متآمر. فهؤلاء جميعا تصور أن يجتمع النقيضان الآن في نظر النظام، القاعدة وأمريكا صاروا عدو واحد، سعد الحريري والإخوان صاروا عدو لهذا النظام. ولا تستغرب أخي الكريم لو أن مراقبا من العرب قال كلمة أن يصبح هذا المراقب عدوا بل ومتآمرا على النظام. هذا النظام الآن يتصرف بأسلوب جنوني. لذلك عندما تقول المعارضة أن هذه المسألة من تدبير النظام، لأن هذا الأمر أخي الكريم قتل الجيش وقتل المدنيين لم ينطق به ولم يتبنه ولم يكن من أجندة أي شخص من المعارضة. الإخوة في المعارضة على اختلاف توجهاتها لها مبادئ أعلنتها. كان الأولى أن ينظر كل العالم قبل أن يعني يتكلم أي إنسان، من المستفيد
من هذه الجريمة؟ من المستفيد من هذه المجزرة البشعة في قلب الشام؟ المعارضة لن تستفيد، لأنها ليس من أجندتها أن يقال هذه عدم السلمية والعنف، وهي تتبنى السلمية. الجيش الحر لم يتبنى ولن يتبنى وليس من بادئه. القائمون في كل الجهات لا يمكن وليس من مصلحتهم أن يتبنوا هذه الجريمة. الوحيد المستفيد أخي الكريم من هذه الجريمة على غبائه في عدم إفلاحه في توظيفها، نعم، هو النظام، ليبين شكراً للعالم أنه النظام الذي يقدر على ضبط سوريا. عضو المكتب التنفيذي للمجلس الوطني من اسطنبول، شكرا جزيلا لك وعذرا لضيق الوقت. تتابع العالمية بعد قليل وفيها 9 قتلى و90 جريحا في إطلاق نار على المشاركين في مسيرة الحياة المعارضة لصالح. الهاشمي يتهم المالكي باستخدام قوات الأمن لاستهداف معارضيه وبتسهيل الهجمات الانتحارية.